الصحف العالمية أيضا اهتمت بالاقتصاد المصري الذي يأخذ قفزات متنامية وخاصة في السنوات المقبلة. فاينانشال تايمز تقول في هذا العنوان: مصر معركة التضخم بعد تخفيض قيمة العملة. في التفاصيل تقول الصحيفة البريطانية أنه تم القضاء على السوق السوداء للدولار في مصر نتيجة لقرار القاهرة بتعويم الجنيه قبل 8 شهور لإبرام قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وكان تخفيض قيمة العملة واحد من الإجراءات السياسية الحساسة التي اتخذتها الحكومة واستحوذت عليها من صندوق النقد الدولي، وساعدت على جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي. رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر قال: مصر في مكان أفضل من العام الماضي. وأعتقد بحسب مدير الصندوق أو رئيس البعثة أن مصر اتخذت بالفعل خطوات صعبة على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا ما تبقى هو مواصلة الإصلاحات التي لا تنطوي على كثير من التعديلات الكبيرة. وقال أن هناك حاجة إلى زيادة في أسعار الفائدة لتخفيف توقعات التضخم التي يتوقع أن تنخفض إلى ما بين 11% و13% بحلول منتصف عام 2018 مع استمرار السياسات القوية، وأيضا مع ازدياد التدفقات الخارجية وازدياد التحويلات المالية، مع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية من 19 مليار دولار في أكتوبر إلى 31 مليار دولار في نهاية يونيو. المصرفيون أيضا يقولون أنهم يلاحظون اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في مصر. طبعا هذه شهادة مهمة جدا من صحيفة بريطانية، هي صحيفة فاينانشال تايمز، التي تتوقع أن مصر تخوض في هذه اللحظات معركة مهمة جدا نحو المضي قدما والقفز بخطوات كبيرة إلى اقتصاد أعلى.